اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين احتفالاتنا طبعا في قناه النادي الاهلي بابطالنا. يمكن كره القدم وكاس افريقيا منورنا، ودرع الرجال في تنس الطاوله ابطال الدوري، وكان من شويه الدرع ده مش اللي كان موجود من شويه، اللي كان موجود من شويه كان درع السيدات. احنا ما شاء الله يعني عندنا الكؤوس والبطولات في النادي الاهلي لا تنتهي. برحب بالبدايه بالكابتن اشرف عبد الفتاح المدير الفني ورئيس الجهاز طبعا في تنس الطاوله. اهلا بيك يا كابتن اشرف. اهلا بيك يا كابتن، منورنا والف مليون مبروك سواء للرجال والسيدات. الله يبارك فيك يا كابتن، شكرا. طبعا برحب بصديقي العزيز واحد طبعا يعني الرجال المخلصين المدرب العام للرجال كابتن اشرف صبحي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك كوتش. صديقي طبعا ويعني لحقنا الشرف دايما. ربنا يكرمك في البطولات كمان على طول ان شاء الله منصورين. طبعا مش هقول صديقي واخويا بقى، لا ده انا هقول يعني اكتر من ذلك، واحد رموز النادي الاهلي في تنس الطاوله الكابتن السيد لاشين كابتن الفريق. اهلا بيك يا كابتن. ربنا يبارك فيك كابتن ياسر. داخل لي انت الاستوديو بكوبايه الشاي برضه يا كابتن. معلش انت عارف بقى لسه المشوار صعب اصلا من مدينه نصر هنا، بس منور الدنيا يا كابتن. الله يبارك فيك. احد طبعا نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن شادي بجدي، منورني يا كابتن. حبيبي يا كابتن ياسر. اقول كابتن ولا باشمهندس؟ الاثنين كابتن باشمهندس. كابتن باشمهندس منورنا يا كابتن. منورك يا كابتن. كابتن اشرف اجيلك يمكن موسم صعب شاق خططت ليه، تعرضت لصعوبات في بدايه الموسم، يعني كلمني عن الموسم من البدايه، وهل انت راضي النهارده بعد نهايه الموسم؟ انا اعرف على حضرتك دايما انت راجل بتحب تحاسب نفسك قبل ما حد يكلمك او حد يحاسبك، لا انت راجل بتحاسب نفسك وبتقيم نفسك ودي شيء من نجاحي. الحمد لله احنا الموسم مجملا كان موسم قوي جدا وصعب طويل والحمد لله حققنا نسبة كبيرة جدا من البطولات. احنا بس خسرنا البطولة الوحيدة اللي خسرناها الأندية العربية، لأن الأندية العربية الفرق كلها بتجيب لعيب محترف معاها وهم جايين يلعبوا البطولة. نعم. فاحنا كنا معتمدين في الأندية العربية على أولادنا بس، و ساعتها أنا فاكر لظرف ما يعني ما توفقناش، إنما الحمد لله ربنا كرمنا في بقية الموسم قدرنا نكسب كل البطولات رجال وسيدات، وهو المطلوب يعني هو المطلوب طبعًا ان احنا طبعا الهدف البطوله وانت في النادي الاهلي طبعا بتدور على البطوله. طب كابتن يمكن بعد البطوله العربيه قابلتك بعض الصعاب من توقف وعدم وضوح رؤيه البطوله، ودي في حد ذاتها اكتر حاجه ممكن تزعج اي مدير فني او اي رئيس جهاز، ان هو بيخطط لفرقته بيخطط للاحمال بيخطط لكل ده، تغلبت على ده ازاي يا كابتن اشرف؟ هو طبعا المشكله الاكبر مشكله ان انت ما انتش عارف الميعاد بتاع البطولات بتاعتك امتى، وطبعا الحاجات ديت بتسبب مشاكل في التدريب في تجهيز اللعيبه في تظبيط ان اللعيب هيروح يلعب ماتش الاحتراف بتاعه. احنا اغلب الفرقه بتاعتنا محترفه بره، هيلعب الماتش بتاعه ويرجع لنا علشان نجهزه عشان نلعب بيه الماتشات بتاعت الدوري والكلام ده، فموضوع صعب جدا. واحنا الحمد لله يعني بنقدر نظبطه الحمد لله مع اللعيبه بالظبط ده يا كابتن، لان تداخل المباريات الحمد لله رجال وسيدات يعني بنقدر نعمل دي في رجال الموضوع صعب وبيبقى عايز ترتيب. يمكن كابتن احمد المدير الاداري كان قاعد بيقول انه دايما على اتصال ودايما قاعدين مع بعض بتفكروا تجيبوا ده امتى وده يرجع ازاي، الموضوع صعب قوي. حتى الماتشات اللي في الدوري اللي في المجاميع في الاول برضه بنبقى بنظبط الكلام ده عشان مين يبقى موجود في الماتش ده ومين مش موجود في الماتش ده والكلام ده، بنظبط الامور بتبقى الموضوع مرهق جدا يعني جد. بس الحمد لله ربنا كرمنا. طب كابتن يمكن السنه اللي جايه يعني بتطمن؟ انا دايما احب اسمع من حضرتك بتطمن، محتاجين ايه، شايف ايه، هل ممكن يعني اديني رؤيتك جمهورنا دي. احنا الحمد لله فرقتنا زي ما هي، اهم حاجه انا شايف في الفرقه روح الفرقه ما زالت يعني الحمد لله متواجده وموجوده، واللعيبه كلها الحمد لله بتحب بعضيها، المدربين علاقتهم كويسه جدا باللعيبه واللعيبه علاقتهم كويسه جدا بالمدربين. مفيش حد مشي، الوحيد اللي مشي محمد شومان، هو شايف انه راح اسبانيا تقريبا يا كابتن ولا لا؟ راح نادي انبي. نادي انبي. هو شايف انه هو ملوش فرصه في اللعب في النادي الاهلي في وسط النجوم بتوع الفرقه، ففضل ان هو يروح يلعب. وده حضرتك حقه، انت مش هتقف يعني. طبعا النادي الاهلي ما بيقفش في قدام اي لعيب رغبات اي لعيب يعني، انما قوام الفرقه الاساسي الحمد لله زي ما هو موجود قوي. اللي وقع مننا السنه دي هنقدر ان شاء الله نستعيده السنه الجايه ان شاء الله، وربنا هيكرمنا ان شاء الله باذن الله بالمجهود والتعب. طبعا بنحقق نتائج الحمد لله. حاجه تشرف يا كابتن. الحمد لله ربنا يخليك.